بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام، باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إفشاء السلام من الإسلام. إفشاء يعني إظهاره ونشره بين الناس ابتداء وردا. وقال عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك. وهذا من أقوم العدل. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. والإنصاف من النفس أن تعامل غيرك بما تحب أن يعاملك به. والثاني بذل السلام للعالم، وهذا ليس على عمومه كما سيأتي في الحديث. والثالث الإنفاق من الإقتار، يعني أن تنفق حتى لا تكون مقترا فتكون من بدلية، كقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم يا بهلول، كقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، أي بدلكم، وليست طبعا للتبعيض ولا لبيان الجنس. ويحتمل أن يكون المراد بالإقتار في قول عمار هو الفقر، ويكون المعنى الإنفاق مع الفقر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. أما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. إذن إطعام الطعام من الإسلام، إطعام الطعام من الإسلام، ولكن هذا ليس على إطلاقه أيضا، بل إطعام الطعام من احتاج إليه. أما إطعام الطعام إسرافا وبذخا أو إطعام الطعام للاستعانة به على محرم فليس هذا من الإسلام. قالوا: تقرأ السلام، أي تسلم على من. ارجع 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 في المكان، اقرأ ولا تقرأ، ارجع في مكانك أولا. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأ أي تقول: السلام عليك، السلام عليك. وقول على من عرفت ومن لم تعرف هذا ليس على عمومه أيضا، لأنه يستثنى من ذلك من لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، مثل اليهود والنصارى وكذلك بقية الكفار. وفيه دليل على أن من لم يسلم إلا على من عرف فليس هذا من الإسلام، بل هو نقص في إسلامه، وأن الإنسان يسلم على من عرف ومن لم يعرف ممن يستحق أن يبدأ بالسلام. نعم. شيخ قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. نعم. هذه الآية شيخ التي جمعت خصال الإيمان. نعم. الآن يعني في قول عمار ما في شيء في الآية منها. نعم. جاء الإشكال، يعني يقول: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. أي نعم. والآية شهدت الإيمان. أحيانا يراد به الإيمان كله، وأحيانا يراد به الإيمان بالإضافة إلى شيء معين. فهذه في معاملة الناس، الإيمان في معاملة الناس أن تستكمل هذه الثلاث: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. مو الإيمان اللي عام لكل شرائح، لا. نعم. والمراد بإفشائه نشره سرا أو جهرا. نعم. معنى سرا.
ليس فيه شيء يسمى إفشاء وهو سر. الظاهر أن الصواب إفشاؤه يعني إظهاره جهرا. نعم. نعم. الإنفاق بدل الإقتار، والإقتار هو المنع مثل البخل، لقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. المعنى بدل أن يكون مقترا لا ينفق يكون منفقا.